أنا محتاج محتاج إليه بأمس الحاجة إليه ومن أبغض الناس إلى الله المستغني عن ربه واليقين بالإجابة دليل على صلاح قلب العبد وحسن رجائه بالله وحسن ظنه به فيقين القلب عند الدعاء يدل على الثقة في وعد الله وأن هذا الداعي موقن ومؤمن بقوله تعالى ادعوني استجب لكم موقن ومؤمن بان الله كريم وجواد ويعطي وانه حي كريم يستحي اذا رفع الرجل الي يديه ان يردهما صفرا خائبتين كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقين القلب عند الدعاء يدل على ايمان العبد بان الله غني وخزائنه لا تنفد مهما سال العباد حوائجهم لو اعطاهم كلهم وقفوا في صعيد واحد جنا وانسا فسالوه اعطى كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عند الا كما ينقص تنقص الابره اذا دخلت البحر طلعت ماذا تاخذ من ماء البحر يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان يغني فقيرا يجبر كثيرا يشفي مريضا يرحم ميتا يعطي قوما يمنع اخرين يحيي يميت يرفع يخفض لا يشغله شان عن شان سبحانه يقف في العباد في صعيد عرفه ملايين يدعونه بلغات مختلفه يغلط أبدا يتبرم من إلحاحهم أبدا يعرف ماذا يقول كل واحد وماذا يطلب كل واحد ويعجل لهذا ويؤخر هذا وهذا يدفع عنه شرا أعظم من اللي سأل وهذا يعطيه خيرا أعظم من اللي سأل وهذا يؤجلها له أجرا حسنات يوم القيامة شيء شيء يعني شيء مذهل يعني مذهل العقل إذا تأمله يقين القلب عند الدعاء يدل على معرفة هذا العبد بأن دعاءه عند الله لا يضيع ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث اما ان تعجل له دعوته واما ان يدخر له في الاخرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها قالوا اذا نكثر قال الله اكثر يعني انت اذا يعني الواحد يشعر بالحرج مع الادمي ان يساله اول مره وثاني مره وثالث مره وبعدين مع الله عز وجل ابدا كل ما سالته اكثر كل ما احبك اكثر ولا يتبرم سبحانه ولا يعجزه شيء ويقين العبد عند الدعاء يدل على حسن ظن العبد بربه وهذه مساله عقديه مهمه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. يقين القلب عند الدعاء يدل على عدم استعظام العبد للمسألة عند الله. يعني إن الله لا يعجز شيء، لو طلبت منه ما طلبت، اطلب ما شئت من خيري الدنيا والآخرة، اطلب ما شئت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له سبحان رواه البخاري وفي رواية ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه فالذي يوقن بالاجابه يسأل ويسأل ويسأل وهو يوقن ويؤمن ان الله قادر على اعطائه ما يسأل. كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل انسان مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه من عظمة هذا الحديث وقول عليه الصلاة والسلام واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه غافل لاهي غافل عن الله لاهي عن الطاعة إذا أحضر قلبك عندما تدعو هذا معنى الحديث اما ان يكون القلب في وادي والدعاء في واد اخر هذا ليس من اسباب الاجابه فاليقين وانتفاء الموانع ملخص اسباب اجابه الدعاء لو قال واحد ملخص باسباب الاجابه امران اليقين وانتفاء الموانع وطبعا نستفيد من الحديث الحث على العلم عموما وعلى تعلم محبطات الاعمال ومذهبات الثواب خصوصا بالنسبه لهذا لقوله في الحديث واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله والحديث يدفعنا الى تحصيل اسباب الاجابه وكذلك الجد في الطلب والعزم في المساله